كابتن سمير، يمكن من نص ساعة قبل وصول باتريس كارتيرو المدير الفني لنادي الأهلي كان توجه إلى فندق الإقامة، واصطحب المدير الفني الفرنسي إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وسط استقبال رائع جدا من أعضاء النادي الأهلي ومن بعض الجماهير التي كانت تتواجد أمام بوابات النادي الأهلي ومقر النادي الأهلي بالجزيرة. شايفين في اللقطة يمكن قدامنا دلوقتي باتريس كارتيرو يمكن داخل المبنى الاجتماعي وتحديدا في مكتب المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان، وفي خلفية الصورة زي ما احنا شايفين فوق أعلى المكتب الكؤوس والبطولات والألقاب القارية اللي حصل عليها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة. زي ما احنا شايفين أيضا في هذه اللقطات الأستاذ جمال جبري مدير المركز الإعلامي بيرحب بالتأكيد بالمدير الفني الفرنسي، وزي ما احنا شايفين أيضا وكيل أعمال المدرب الفرنسي للنادي الأهلي، والكابتن سمير في هذه اللحظات متواجد مع باتريس كارتيرو داخل النادي الأهلي. النهاردة المدير الفني متواجد داخل النادي الأهلي لتوقيع العقود وتدريب فريق النادي الأهلي رسميا خلال الفترة القادمة. وصل للقاهرة النهاردة صباحا في حدود حوالي الساعة 11 صباحا إلى مطار القاهرة الدولي، يمكن قطع رحلة طويلة جدا بيتخللها ترانزيت، كان جاء من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما أنهى تعاقده مع ناديها الأمريكي الذي كان يتولى تدريبه خلال الفترة الأخيرة. وللعلم النادي الأمريكي الذي كان يقوده باتريس كارتيرو الأونر بتاعه والمسؤول عنه هو ديدي دروجبا نجم الكرة في كوت ديفوار والنجم الإيفواري الكبير وأحد اللاعبين المميزين في القارة الأفريقية واللي احترف لسنوات عديدة في الدوريات الأوروبية، ويمكن من الناس اللي سهلت إجراءات انتقال كارتيرون وفسخ تعاقده مع النادي الأمريكي دون أي مشاكل، لأنه حسب معلوماتي يمكن دروجبا قال لكارتيرو فرصة عظيمة بالنسبة لك أنك تتولى قيادة أفضل فريق في أفريقيا، فعمرنا ما هنكون حائط أمامك في هذه المسؤولية. وبالفعل الموضوع انتهى في ساعات قليلة جدا، والمدرب كان حريص على أنه يتولى المسؤولية الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. Thank you.